ازيك يا رحمه؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله تمام. دكتور اهلا وسهلا. يدي النور الراجل المؤمن بموهبه مراته اللي بيدعمها الله يخليك. يعني قد كده الرجاله داعمين صح؟ قمر ده قمر ده. قبل ما هنلعب مزيكا وساكس والحاجات اللطيفه دي، انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ اقول انا ولا تقول انت؟ قول. كان بيعمل لي، كنت بيشنت عنده في العياده. بتروحي عياده دكتور الاسنان؟ رحت اعمل سناني بقى، هوليود سمايل وبتاع، وسمعت انه شاطر بقى ودكتور بيعمل الفنانين ومشهور وكده، فعرفته عن طريق واحده صاحبتي قالت لي كان عاجبني سنانها. قلت لها عاملاها فين؟ قالت لي عند دكتور محمد نيم. قلت لها فين؟ قالت لي مهندسين. قلت لها طيب تمام انا هروح اعملها وكده عشان الحفلات وكده بقى والحاجات دي. فبس رحت بقى اتعرفت عليه، دكتور عمل اسناني الاول، اتعاملنا بيشنت عادي خالص. دخلتي لقيتي ما شاء الله نجم سينمائي قاعد. بصراحه بهاء سلطان قاعد في العياده. بس ومن هنا بقى. ومن هنا. طب يعني ال- 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 الانجذاب بدا الاول عند مين؟ يعني انت لفت نظرك الدكتور ما شاء الله تاتش وود طول بعرض امور شعره نازل على وشه. انا كنت بشعر زمان ما اقولكش. ولا هو يعني ايه؟ ما انتوا اكيد تصارحتوا في الموضوع. بص بصراحه يعني بغض النظر عن هو امور ما شاء الله ما شاء الله جوزي امور تاتش وود، بس شخصيته حلوه قوي. جداد جدي 15. عايز اتفرج بعد خمس سنين. اقول لك تقريبا اول خروج انا خروجها سوا كان زي النهارده السنه اللي فاتت. لا والله ليه خروج؟ صح، كان خروج البلنتاين ليله عيد الحب. هو الناس بتخرج 13 ولا تخرج 14؟ تتلخبطوا. هو احنا كنا 11 اول مره نخرج. خرجتوا 11 اول مره؟ بس بعد كده بقى خلاص بقى وخروجات وكده. مين اللي بدا؟ قول. واللي هي واخده اسمها المبادره وبتاع، وجوزي حبيبي امور، والجو اللي هو بتاع احنا بقالنا 15 متجوزين، ربنا يا رب يديم عليكم السعاده. قادر يا كريم شويه كده وشويه كده كده بعد 50 سنه هبقى سعيد فرحان لو انا ليا عمر. يعني مين اللي بدا؟ لك يعني شويه كده وشويه. لا مفيش حاجه اسمها كده. خش عليا. لا هي تقول بقى اللي بدا. انا هسيب لك الموضوع ده. ها يعني ما مش عارفه يعني، بس احنا الاثنين ممكن. بص انا كنت جايبه له هديه عشان هو كان جاب له هديه ليه؟ البلنتاين بقى وكده، وكان في بوادر اعجاب بقى. هو دكتور سنان جاب له هديه ليه؟ ما احنا كان في بوادر اعجاب ما بيننا. انت باباك قاعد بيتفرج؟ بشكله. اوعى يا حسن تسمع الكلام ده. ارجوك خد موقف، خد موقف. بس لقيته بقى في نفس الوقت هو كمان جايب لي هديه، فالموضوع كان متبادل ما بيننا. يعني انت رايحه تقدمي له هديه في العياده لقيتيه محضر لك هديه؟ طب هو عارف منين انك جايه؟ انت عرفت منين؟ لا هي بعد ما جابت هديه انا جبت هديه. بص انا اكتر مذيع انتو ديتيلز، فلو انا كملت معاكم بقى هيبقى انتروجيشن. مش عايز تعرف. اصل انا اب البنت وابني، بس بنتي هي الكبيره، فانا ببص بمنظور الاب طول الوقت. انت عرفت منين انها جايبه هديه؟ لا هي جابت لها هديه ميداليه. انا جبت لها سلسله دايموند. بس دكتور سلام بقى ما شاء الله الله اكبر كسيب ده. مش عايزني معاك في العياده.